صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات الصحة والجمال الفضائية، أهلا وسهلا بكم ويوم جديد من برنامجكم ساعة في بلدي. معكم خالد الأمير. برنامجنا صناعي اجتماعي بيتكلم في أهم المعوقات والإيجابيات اللي بتقابل بعض المصنعين والمستثمرين في الوقت الحالي. الأسبوع ده كان ليا زيارة لأكثر من مصنع وأكثر من مستثمر في أكثر من مجال. بدأنا ناخد خطوات سريعة جدا تجاه الصناعة. الأسبوع ده كان فيه خبر هام جدا جدا جدا، قرار من سيادة الرئيس بإقامة مدن صناعية في جميع أنحاء الجمهورية، يعني في 28 محافظة. طبعا في مدن صناعية قائمة في بعض المحافظات، بس هيبقى في عدد كبير جدا من المدن الصناعية. طبعا هتبقى على ثلاث مراحل، يعني في مرحلة أولى ومرحلة تانية ومرحلة تالتة في جميع المحافظات بالنسبة للمشاريع الكبيرة والمشاريع منطقة الصغر. وده كان قرار هام جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع ده، قرار مهم جدا يسعد كل المصنعين في جمهورية مصر العربية كلها. ده قرار هام جدا جدا من سيادة الرئيس لتدعيم الصناعة في مصر. طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني الصناعة بيتم بقى لان هي العمود الفقري بتاع اي دولة، فده قرار مهم جدا يعني واخده سيادة الرئيس بإقامة اكتر من مدينة صناعية في 28 محافظة. طبعا انا كان ليا زيارة الاسبوع لمحافظة الغربية، طبعا محافظة الغربية بس ما فيش فيها ظهير صحراوي لإقامة مدن صناعية، بس في اراضي هتتخصص للمدن الصناعية في محافظة الغربية. الاسبوع ده كان ليا زيارة هامة جدا لبعض المصنعين في مجال الملابس الرياضية. طبعا مجال الملابس الرياضية مجال مهم جدا جدا، كنا بنستورد بعض المنتجات من بعض الدول الأوروبية. في الوقت الحالي بدأنا نصنع صناعة محترمة جدا بالنسبة للملابس الرياضية. التقيت بالمهندس عماد، المهندس عماد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصنع جوليان كوب للملابس الرياضية. ده حكايته حكاية، يعني المهندس عماد واخدها خطوات، يعني راجل طبعا هو أزهري وراجل متميز جدا في صناعته وراجل عنده عمالة كبيرة فوق 100 عامل. طبعا هو قائم في احدى قرى محافظة الغربية، هنشوفه وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها تجاه الصناعة وهنرجع لحضراتكم تاني. اشتغلت في مصنع عادي لحد ما يعني ربنا كرم وتزوج قلت الجيش، اشتغلت في مصنع في نفس المجال بتاعي يعني. فلاحظت ان المصنع بيشغل عماله الحمد لله، يعني في يعني كويس. اعمل المشروع ده، فيعني انتظرت فترة من الزمن حوالي 10 سنوات بعد زواجي وشغلي لحد ما ربنا أكرمني وابتديت إن أنا أسس المشروع. بدأت طبعا بالإيجار في شقتين برا في بيوت إخواتي، يعني بدايات صغيرة. أنا وكانت الإمكانيات صغيرة برضو، يعني عبارة عن جهاز واحد طباعة وعن 5 مكانات أوفر وورلي وسينجر ومكنة شريط. وبدأت وربنا سبحانه وتعالى كتب القبول يعني، واتفتحت العملية وبيعنا والحمد لله وربنا أكرمنا. فبدأت إن أنا أوسع المشروع واحدة واحدة وربنا سبحانه وتعالى زاد من فضله، فبدأنا نبني المصنع. العمالة طبعا هي مصرية 100%، يعني مشاكلها بس بتحل، يعني مشاكلها الحمد لله بتحل، ما فيهاش مشاكل إنها تبقى معوق يعني، إنما باستثناء الأمور والمواد المستوردة كل حاجة تمام الحمد لله. مش معوقات تانية دايما المصنعين كلهم بيشتكوا من العمالة. كل ما التقوا مصنع يشتكي من العمالة. هو العامل المصري انت حضرتك عارف، بس مشكلة التأخير، مشكلة الغياب، احيانا بتبقى مرتبط بأوردرات عاوز تسلمها. فتلاقي العمالة كتير غايبة جاية متأخر، هو ده. انما هي يعني في النهاية بالصبر الحمد لله الامور بتعدي يعني. في معوقات تانية بتقابلك؟ لا لا الحمد لله، احنا المصنع مقنن تمام، رخصة، الأمور كلها الحمد لله ما كانش فيها أي مشاكل، بالعكس ساعدونا
على ان احنا نرخص وعلى اننا نمشي قانون. الحمد لله. كلمة للمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة من خلال المهندس عماد. تقولي سيادة الوزير ايه من خلال قمرات سعد بلدي؟ اتفضل. يعني هي الصناعة والاهتمام بالصناعة المصرية عشان نوفر عملة صعبة شيء مهم جدا. فإزالة المعوقات أمام الصناعة المصرية عشان تنافس المستورد وبالتالي نوفر عملة صعبة ده شيء مهم جدا. فكنا إحنا نهتم بالمصانع أولا بتشغل عمالة، ثانيا بتوفر عملة صعبة، يبقى إن إحنا نهتم بإزالة المعوقات أمام المصانع ده شيء مهم جدا جدا. يعني ده أهم شيء من وجهة نظري فعلا. يعني إحنا أول ما فتحت المجال ده في مجال الرياضة اللي أنا شغال فيه كانت أغلب الملابس اللي مستوردة من بره. لما ابتدى الدولار يعلى ابتدى المنتج المصري ينافس، لأن سعره المنتج المحلي هنا مش زي طبعا المستورد جاي غالي جدا. فبدأنا الحمد لله ننافس. احنا كنا احيانا نشتغل ونطلع منتج فما نعرفش نسوقه لانه جاي من بره ارخص من تكلفتنا هنا. فلما الدولار غلي دي كانت برضه من يعني مش هنقول ميزات بس يعني هي خلت المنتج المصري اتقامت شويه، لان طبعا اللي جاي مستورد بقى اغلى من هنا. فابتدينا احنا نبيع وابتدت الامور تمشي يعني. فده مؤشر كويس ان احنا نستغل الامور دي ونزلل العقبات اللي امام الصناعه عشان نوفر عمله صعبه. نعرف الساده المشاهدين طبيعه المنتجات عندكم في المصنع يا فندم. احنا بنعمل فانيلا رياضيه، حرمه للتدريب، شورت رياضي، اطقم اكاديميات، يعني مجالنا في مجال الرياضه. في الرياضه وشكل حضرتك والانديه بعض الانديه بتتعاقد معنا بنعمل لها منتجاتها لبسها، اللبس الرياضي عموما احنا شغالين فيه. في الوقت الحالي ان احنا بناخد خطوات تجاه الصناعه، يعني الدوله بدات تاخد خطوات والبلد بدات تقوم. نعم، الصناعه اليومين دول شد حيلها، وانا قلت لحضرتك في اللقاء ان موضوع ارتفاع الدولار ده وان كان طبعا في الناحيه الثانيه بالنسبه للاسعار غلى الاسعار، لكن بالنسبه للصناعه خلاها تنافس المنتج المستورد. يعني شايف ان الريس بمبادره حياه كريمه والتفاصيل اللي بتحصل ما شاء الله خدمت المصانع وخدمت الصناعه المصريه كويس جدا جدا. يعني اغلب الناس بتعتمد دلوقتي على المنتج المصري في اغلب مشترياتها، لان طبعا بقى بالنسبه وان كان سعره غالي الا انه برضه اقل بكتير من المنتج المستورد. فربنا يبارك طبعا في سياده الرئيس، احنا الصناعه بتشهد طفره كويسه جدا. كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه. مهندس عماد واجهه مشرفه في الصناعه واخدها خطوات. طبعا حضراتكم انا في بدايه الحلقه قلت ان سياده الرئيس بيؤمر بمجموعه مصانع في ال 28 محافظه. في محافظات ما فيهاش مدن صناعيه. ده شيء جميل جدا. شيء جميل جدا جدا. طبعا مهندس عماد اتكلم ان احنا في الوقت الحالي ما بنستوردش ملابس رياضيه من بعض الدول. بدا المنتج المصري يتداول وبجوده على فكره. يعني حاجه ما شاء الله. المهندس عماد بياخد خطوات بطرق محترمه في الصناعه. بالتوفيق والنجاح المهندس عماد عبد العزيز رئيس مجلس اداره المصنع. هنروح لمجال اخر من المجالات المهمه جدا، مجال الورق والكرتون. طبعا مجال الورق والكرتون ده مجال مهم بيخدم على كل الصناعات، الطباعه، صناعه الورق، صناعه الكرتون، مجال مهم جدا جدا. الاسبوع ده كان ليا زياره لبعض المصنعين جدا المميزين في صناعه الكرتون والورق والطباعه. التقيت بالمهندس وائل سرور رئيس مجلس اداره مصنع سرور للطباعه، والتقيت بالمهندس حماده منتصر رئيس مجلس اداره مصنع نور الايمان للطباعه، والتقيت بالحاج احمد او المهندس احمد عبد الواحد رئيس مجلس اداره مصنع مكه للكرتون. الناس دي يا جماعه قائمه في احدى القرى. القرى بدات تصنع. انا ببقى سعيد جدا لما بنزل قريه والاقي فيها صناعه
لان الصناعه زي ما قلنا العمود الفقري. هنشوفهم وهنشوف الخطوات اللي هم بياخدوها تجاه الصناعه وهنرجع لحضراتكم تاني. انا كنت دخلت مطبعه اشتغلت فيها اتعلمت في الصناعه قعدت شغال حوالي 14 سنه صنايعي وبعد كده الفكره انا حبيتها مش 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 قصه فلوس قصه نجاح وحب فبدات اتطور فيها واكبر فيها وخدتها خطوات بدات اشتري المكن وبدات الناس تساعدني التجار بتساعدني وبدات اجيب مكن على الابيض في اول بعد اول مكانتين وبدات اكبر نفسي ولان المهنه انا حاببها مش لان المهنه محبوبه مش وحشه النهارده بتدرس المهنه دي بتدرس فانا حبيتها وكملتها وصلت للمستوى او الحد اللي انا وصلت له دلوقتي. تمام. كان عمرك كم سنه في التوقيت ده اول ما ابتديت؟ 12 سنه. 12 سنه؟ 12 سنه داخل المهنه دي. وعمرك الان؟ 47 سنه. 47 يعني ما شاء الله ده انت بقالك اكتر من 30 سنه. فاتح النشاط بتاعي بقالي 25 سنه. 25 سنه. خلال ال 25 سنه دول عاوز حضرتك تحكي لي بقى الخطوات كانت ازاي ويعني قصه الكفاح الجميله دي. اتفضل. كان عندي رزق وكنت بشتغل انا من النوعيه اللي اصلا ما بحبش قعده البيت لما بيبقى عندي شغل شغال 24 عندي رزق شغال 24 ف وكان عندي شغل كتير وكان عندي ناس كتيره النهارده المطابع كترت الشغل قل. يعني هم لو كانوا 40 زبون تقسموا مثلا على 10 مطابع خلاص ما بقوش ال 40 زبون. واخد بال حضرتك احنا النهارده بنكفي يومنا على قدنا على وضع الحال اللي هو في البلد والغلو اللي احنا فيه. والعالم كله اصلا انت شايف الدنيا عامله ازاي. العالم كله انت شايف الدنيا عامله ازاي. فهو الوضع قائم على كده احنا شغالين على كده. واخد بالك؟ حضرتك اثناء ما كنت عامل طبعا العمالة الأول غير العمالة دلوقتي. العمالة الأول كنا وضع حلو جدا، كنا قلبنا على قلب بعض. كنا قلبنا على قلب بعض، بنحب شغلنا، بنجتهد. ما كناش بنسيب صاحب العمل أصلا يقول لك أنت بتعمل إيه. النهاردة أنت لو ما وقفتش على العامل وقلت له اعمل واحد اتنين تلاتة ما بيعملش. يعني لو ما قلتلوش اعمل واحد اتنين تلاتة وأنت واقف على دماغه ما بيعملش. واخد بال حضرتك؟ لا العمالة اختلفت زمان غير النهاردة خالص. وضع التكاتك هو خد العمال وخد الصناعيات توك توك النهارده العيل بيطلع يجيب له 200 جنيه و250 جنيه ومش عاوز صنع. ومش عاوز صنع. التروسيكل هيشتغل بيه برضه هيحمل بيه برضه 200 300 جنيه مش عاوز صنع. هو انا بجيب رزقي ومحدش هيتحكم فيه وقت ما هشتغل اشتغل. بس هي دي العماله باظت مننا بسبب موضوع التكاتك والتروسيكلات. كله اتجه ان هو خلاص انا اجيب الجنيه ومش هدور على الصنع. فالصنع الصناعة بدأت تنهار بسبب الموضوع العمال. فكل ما ابني حد جديد هو لما بيقف على رجله يتكل على الله برضه يوم ماشي. دي مشكلة بتقابلكم؟ جدا جدا. لسه قربها واحد النهارده انا اللي معلمه بقالوش شهرين. يعني اول ما اتمكن كده ومسك المكنه وخلاص اتطلع شغل مش النهارده بنكلمه انت جاي متاخر ما عجبوش راح جاب بعضه ومشي بدون زي يعني مش هنقول لحضرتك اتخانقنا انت ايه اللي اخرك. لا يا عم سلام عليكم خد بعضه ومشي. دي مشكله بتقابلكم؟ دي مشكله مقابلنا كبيره جدا. في الاول طبعا دي مهنه والدي. يعني هي مهنه والدي من الاول هو اللي علمني فيها كل حاجه. يعني انا لو شغال مع واحد غريب طبيعه الحال مش هيعلمني تفاصيل المهنه. هو والدي اداني كل الشغلانه بس كانت الاول كلها يدوي. يدوي يعني كنا بنلزق كيس اللب ده كنا بنلزق الورق شنطه الملابس كان الاول ما كانش فيه قماش ولا الكلام ده. تمام. كان كله ورق. عشان الورق كان الاول برضو الدنيا كانت رخيصه. تمام. فما كانش مكلفه. الدليفري شغل المطاعم كله شغل الاستوديوهات الحاجات دي كنا احنا بنعمله. تمام. واحده واحده كان لازم طبيعه المكن الطباعه احنا بدل ما كنا بنطبع بره عند الناس. طبيعي انت عايز تفكر ان انت تجيب مكنه. تبدا انت بدل شغلك ما يروح هنا ويروح هنا خلاص انت بتعمله عندك. اكتفاء ذاتي بالظبط. فواحده واحده هي يعني هي اوتوماتيك بتجيب بعضها. انت جبت مكنه النهارده طب انت محتاج واحده احدث شويه عشان تعمل حاجه معينه ثانيه. فهي بتيجي واحده واحده بالظبط. انت فاهمني ازاي؟ وطبعا مسانده والدي الله يرحمه والناس دي كانت شيء اساسي. الماده كان لازم كنت لازم اجيب كارد في الاول عشان ابدا بيه وربنا بقى المعين.
في السادات ده ربنا المعين. اللهم امين. طبعا المكان ده قائم بقاله قد ايه؟ يعني شايف المكان ده جديد لسه ما شاء الله؟ لا هي انا المكان هنا بس بقاله 7 سنين. انا اللي فيه بقالها 7 سنين. يعني اقامت المكان وبتكمل؟ لا انا كنت في مكان قبل كده. تمام. كنت شغال فيه، كنت قاعد فيه 10 سنين تانيين. جيت بنيتها، جيت بقى هنا وربنا اللي بيعين بقى. لازم يعني هي خطوه بخطوه، كل يعني كل معده لازم لها كهرباء معينه، حاجات يعني تطور بس. تطور بس شويه مش اكتر. تمام. حضرتك بقى هنتكلم في نقطه مهمه جدا. المعوقات اللي بتقابلك في المجال في الوقت الحالي يا استاذ محمد؟ السوق، الغلاء طبيعي. بدل ما انا كنت بشتغل مثلا سي 10، النهارده بشتغل 6، بشتغل 5، بحيث ان انت النهارده الفلوس السيوله اللي معاك مش جايبه لك الخامه على الاول. تمام. بطبيعه الحال النهارده مثلا انا بشتغل شغلي كله للمقالي والحاجات دي. النهارده كيس اللب النهارده من الغلاء الناس بتبص لها ازاي؟ بدل ما هجيب ب 20 جنيه مثلا لب، لا ده انا هجيب ب 10 واجيب لعيالي حاجه. بالزبط. فرضا يعني. بالزبط. هي دي المشكله الاكبر. بالزبط. بس هي للامانه هي بدات تتحسن ان شاء الله. كظروف شغل بدات تتحسن. كنا الاول من سنتين ثلاثه كانت الدنيا واقعه قوي. كل سنه صعبه، بس احنا بنحس بتدريج. اي نعم بسيط، بس جايه يعني، هي جايه واحده واحده. ده مش في مهنتنا بس. بالزبط. في كل المهن. بس ده بالنسبه لعدم ثبات الاسعار. ده عامل لكم مشكله في المجال في الوقت الحالي؟ طبعا الخامه. الخامه يعني احنا كنا الاول شغالين على المستورد، كان كل الشغل معانا مستورد. النهارده الدولار عالي جدا، طبيعي ان انت بتستغنى عن المستورد، بتبدا تخش في المحلي. هو من غير حتى ما نشجع ولا غيره، هو حتى فرض عليه نفسه. النهارده المستورد مثلا بقى ب10، المحلي بتاعك بقى ب7، طبيعي هروح اشوف. اي نعم انا بروح المصنع مثلا اجيب الورقه، هي مش زي المستورد، بس انا ببدا اقول للمصنع لا انا عايز الخامه تبقى فيها كذا، كل خامه اجيبها مثلا فيها مشكله لا اقوم لي دي شويه، بحيث ان انا لحد ما اوصل للمنتج المستورد في بلدي. تمام. ده اللي انا بتكلم فيه. اي نعم يعني المصنع طبيعي في بلدي بيعمل الخامه بتاعتي مش قد المستورد. انا دوري ان انا اروح اقول للمصنع لا خلي بالك عشان عايزين نظبط الحته دي شويه. تمام. نظبط الحته دي شويه، بحيث ان هو يبقى راسه براس. ده بتوجهه لازم. لازم عشان انا كمان المنتج بتاعي يبقى كويس. اللي عاش حب يعلم كل جيل من بعد جيل. احنا بدانا طبعا زي اي حد مجال الصناعه صغير، بعد فتره السفر في المملكه العربيه السعوديه فجينا بدانا المشروع في مكان تاني غير دوت، والحمد لله خطوه خطوه بنتطور لحد لما وصلنا للي احنا فيه دوت. الحمد لله والشكر لله. احنا في مجال الكرتون من سنه 2003. يعني من 20 سنه. فالحمد لله والشكر لله احنا في السوق ماشيين ولنا اسم، وبنورد لاكبر عملاء في اسكندريه، فالحمد لله والشكر لله يعني. ففي المجال احنا الحمد لله ما الامور ماشيه كويسه يعني، الحمد لله والشكر لله. الفكره جات لك ازاي يا حاج احمد في مجالك؟ يعني حضرتك كنت خارج مصر 20 عام. الفكره جات لك ازاي انك تنزل تستثمر في مصر، تشغل عماله، بيوت تتفتح، واتجهت للصناعه، اتجهت المجال مهم يعني. الصناعه دي مهمه جدا، الصناعه بتقوم دول. فحضرتك من الاسامي المميزه في المجال من 20 عام، حضرتك بقى احكي لي اول خطوه كانت ازاي؟ يعني اول ما ابتديت. اول ما ابتديت انا طبعا انا كانت فتره طويله في السعوديه شويه، وبعدين كان في ما بين امرين، ان انا استقر في السعوديه على طول او اجي هنا. فانا فضلت المجيء هنا علشان خاطر ان انا ابدا مشروع صغير واكبر فيه. وبعد ما بدات في المشروع هنا جيت عرض عليا ناس مستثمرين من السعوديه ان انا اروح افتح المشروع ده هنا، استثمر في السعوديه. بس انا رفضت يعني، انا رفضت وفضلت ان انا استثمر هنا علشان خاطر برضه ايه، انا مبسوط من موضوع ان هي يبقى في عماله وفي شغل وفي ناس، في بيوت مفتوحه وكلام من ده. فالحمد لله والشكر لله المجال ده هو عاجبني في كده يعني. وليا استاذ عبد الواحد ابني هو دوت سندي في المشروع الله يخليه. ف يعني تكاتفنا مع بعض لحد ما وقفنا المشروع ده على رجلين ان شاء الله الحمد لله. خطوات. طبعا قصه كفاح. طبعا خطوات ما فيش حد بيبدا كبير، كلام سليم. والحمد لله هنا في المجال في مجال ان انت تكبر يعني. طول ما انت مراعي ربنا في شغلك فالحمد لله ربنا بيوفقك الحمد لله والشكر. اللي عاش حب يعلم كل جيل من بعد جيل، اللي عود فينا دايما بلغي كلمه مستحيل.
ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم تابعنا مجموعة المصنعين أو المصنعين في مجال الورقيات والطباعة والكرتون، واجهة مشرفة، ناس مقننة أوضاعها، ناس بتاخد خطوات بطرق محترمة. طبعا المهندس حمادة منتصر زي ما حضراتكم سمعتوه اتكلم في نقط مهمة جدا تتعلق بالصناعة، يعني بالنسبة لتطوير طبعا الورق أو كنا بنستورده من بعض الدول، في الوقت الحالي بقى مصري. الجودة طبعا ما بتبقاش عالية في البداية، هو طبعا بيقول ملحوظات بتاعته لبعض الشركات اللي بتصنع الورق. يعني ما شاء الله المهندس حمادة منتصر أو المهندس محمد منتصر من الشباب اللي بتاخد خطوات بطرق محترمة تجاه الصناعة. المهندس وائل اتكلم في نقطة مهمة جدا، نقطة العمالة، بدليل انه بيقول في عامل جاني الصبح وسابني ومشي. دي بند مهم جدا يا جماعة، بند العمالة. العمالة عاملة مشاكل غير عادية في جميع الصناعات، اللي لجأ للتوك توك، لجأ للكافيه، ويقول لك الدولة مفيش فيها، لا ما شاء الله. بلدنا فيها شغل غير عادي. بالتوفيق والنجاح المهندس وائل سرور والمهندس حمادة منتصر والمهندس أحمد عبد الواحد. هنروح لمجال آخر. صناعة الجلود. طبعا صناعة الجلود دي صناعة مهمة جدا. كنا بنستورد أو بنستورد بعض الأحذية من بعض الدول الأجنبية زي الصين مثلا بالنسبة للكوتشيات للأحذية. في الوقت الحالي بدأنا صناعة مصرية 100%. الصناعة في مصر يا جماعة بدأت تقوم. التقيت بالمهندس جلال محمود رئيس مجلس إدارة مصنع توتا للصناعات الجلدية. المهندس جلال حكايته حكاية، راجل واخدها خطوات من أكتر من 40 عام، مميز جدا في صناعته، بصدر لبعض الدول. هنشوفه وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها تجاه الصناعة، وهنرجع لحضراتكم تاني. وبرضه كان صاحب مصنع صغير على أدوية، فأنا اتولدت لقيت والدي كده، طلعت كده خد بال حضرتك، كملت تعليمي وكل حاجة، وبعد كده أنا حبيتها فكملت فيه. بس يعني بداية كانت سنة كام يا فندم؟ طبعا خدتها خطوات، طورت طبعا المجال بأفكار حضرتك. أنا المسؤول سنة 91. 91؟ اه. من وقت طويل جدا. من وقت طويل. يعني أول حاجة بدأتها في مشروع 91. وبعد كده بقى ربنا كرم وأراد ربنا يعني. تمام، أكيد خدتها خطوات. حبيبي أسمع الخطوات كانت إزاي؟ طبعا باجتهاد و طبعا كمان كانت اصعب من دلوقتي، ان احنا برضو كنا شويه صغيرين غير دلوقتي، وما كانش برضو المهنه متطوره زي دلوقتي، ما كانش الالات زي دلوقتي، فاحنا بداناها واحده واحده بقى. طب بالك ده اللي حصل. تمام، حضرتك بتقول ان كنت بجيب 2010 كنت بجيب منتج جاهز الاول زي تجاره مثلا، كانت تجاره الاول تجاره مع تصنيع انا هنا، يعني مع تصنيع. يعني كنت ملم بين التجاره والصناعه. والصناعه. تمام. وما زلت ملم بيها بدليل ان عندي مثلا محل واثنين وثلاثه. ما شاء الله ربنا. انت واخد بالك؟ فانت برضو ايه، تاجر ومصنع. بس. تمام. وأراد ربنا بقى. تمام. دايما الناس اللي بتراعي ربنا، ربنا سبحانه وتعالى دايما يعني بيسهل لها كل شيء. وبيسهل لها الامور اكتر. بتاع ربنا بقى، يعني انت هو اللي فوق، هو اللي بيرزق يعني. بس الناس اللي بتراعي ربنا طبعا ربنا ما شاء الله ما شاء الله، ما احنا نزلنا فيها. ما انا بقول لحضرتك انت معايا، انت لو جيت الساعه 1 بالليل هتلاقيني في نفس المكان، 2 بالليل هتلاقيني في نفس المكان، يعني بروح على نومي. باجي على ورشتي. الاجيال اللي موجوده تختلف بقى عن الاجيال بتاعت حضرتك، جيل حضرتك جيل ملتزم شويه. ما برضو خلي بالك، حتى كطبيعه برضو الشباب، هي ممكن الشاب شايفها مظلمه شويه، انت خد بالك كحياه، انت مش شايفها مظلمه شويه، انت كانت مظلمه اكتر، وانت برضو بتكلم شباب. طب يا حبيبي انت بتشتكي من ايه؟ خد بالك، اصل شايفها وحش. وحشه ايه؟ امال لو شفت اللي احنا شفناه. كلمه للمهندس احمد سمير وزير التجاره والصناعه من خلال حضرتك، تقول له يا فندم
يا باشا حضرتك انا بتكلم، انا ما اعرفش الا مشاكل مهنتي، مشاكل مهنتي كبيره وحلها صغير خالص ومش مكلف، مش زي المصانع الكبيره اللي حضراتكم بص الله، لكن هي في النهايه هتوفر لك عمله صعبه كتير جدا لو انت اهتميت وعملت مصنعين ثلاثه خامات. انا بقول لحضرتك اهو، ما تفتحليش مصنع كوتش، ما تفتحليش مصنع منتج خلصان، ما انت رحت اشتريت حاجته من بره برضه، يعني حضرتك اشتريت يعني خامته من بره، ما وفرتش عمله صعبه. انت مشكله الدوله، الدوله مش فقيره، الدوله غنيه، ده كلام الرئيس طب بالك وكلام الوزراء. انا بكلمك انا لو عايزني حضرتك اوريك دلوقتي اوريه، هوريك حته قماش احنا بنستوردها. طب حضرتك كدوله انت بتقول انا عايز ازق الصناعه، والرئيس قال من يومين انا عليا اعمل لكم كذا، يبقى نوفر الماده الخام. الماده الخام طيب، ماده زي ماده النعول، ماده البي بي سي، البروتان، الايفا، طب حضرتك ما بيتعملش مصنعين ثلاثه هنا ليه يعملوا الخامه دي؟ يا باشا شوف اللي بيطلع، امشي ورا الموضوع ده وشوف كم مصر بتستورد قد ايه من الخامات دي وبكام وبكام. انا بكلمك في مهنتنا اللي انا ما اعرفش غيرها. كلمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بالصناعه من خلال حضرتك، تقول للرئيس ايه؟ يا ريس احنا عارفين انت بتحب البلد ونفسك تنقلها نقله تانية خالص، صدقني هي الصناعه الصناعه الصناعه، وحضرتك يا ريتنا احنا زيك، يا ريتنا بنشتغل قدك، حبا فيك احنا مش تملق لك، حبا فيك. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم تابعنا المهندس جلال، راجل عنده افكار، راجل ده عنده افكار، بدل ما نجيب مواد خام من بعض الدول الاجنبيه بعمله صعبه بيقول لا نوفر العمله الصعبه للبلد. طبعا مجال الاحذيه والكوتشيات مفيش بيت في مصر او شاب او بنت ما بتستخدموش، ده مجال مهم جدا. فهو بناشد بعض المسؤولين وبناشد المهندس احمد سمير وزير التجاره والصناعه بنظره للمجال ده، بنستورد ماده خام بمبالغ بملايين الدولارات، وهو الطالب بمصانع تصنع الماده الخام بدل ما بنستوردها، والاكسسوار حاجات بسيطه جدا نستوردها ليه بماده بدولار وبتكلفه عاليه جدا. فهو بيتكلم في نقط مهمه جدا، يعني المهندس جلال بيتكلم في نقط مهمه جدا جدا تتعلق بالصناعه. وان شاء الله في الحلقات القادمه معانا المهندس جلال في حلقه خاصه، لان بيتكلم في نقط مهمه جدا تتعلق بصناعه الاحذيه. بالتوفيق والنجاح المهندس جلال محمود رئيس مجلس اداره مصنع توتا للصناعات الجلديه. هنروح لمجال اخر، مجال ده مهم جدا، مجال البلاستيك. مجال البلاستيك يعني ما شاء الله بدأنا ناخد فيه خطوات جميلة جدا في الوقت الحالي. التقيت بشاب من الشباب المجتهدة اللي عمره كله 25 26 عام وصاحب كيان، الكلام ده للشباب لأن زي ما حضراتكم سمعتوا بعض المصنعين بيشتكوا من العمالة. التقيت بواجهة مشرفة جدا مهندس التقيت بالمهندس محمد السعيد رئيس مجلس إدارة مصنع السعيد للبلاستيك. حكايته حكاية الأستاذ محمد. ليه؟ والده دعمه، يعني الوالد الحاج سعيد دعمه ببداية صغيرة كده. طبعا كل والد بيساعد أبنائه، فالحاج سعيد ساعد المهندس محمد بدعم صغير كده، والمهندس محمد كمل مصيره في الوقت الحالي من الكيانات المحترمة جدا في مجال صناعة البلاستيك. هنشوفه وهنشوف الخطوات اللي هو بياخدها وهنرجع لحضراتكم تاني. طبعا مفيش حد بيكبر مرة واحدة، أنا بدأت صغير طبعا، فضلت شغال على نفسي واحدة واحدة لحد ما الحمد لله وصلت اللي أنا فيه ده.
فالحمد لله بدأت طبعا بمكنة وبعد كده دخلت بالمكنة التانية والحمد لله لحد ما وصلت اللي أنا فيه الحمد لله. بدايتك من كم سنة أستاذ محمد الفعلية بالنسبة للمصنع؟ لا أنا في بالنسبة للمصنع أني بقالي ست سنين. من ست سنوات بس طبعا أنا كنت فاتح في خنواي بس جيت بعد كده غيرت طبعا وجيت بقى في بلدي اللي هي متغزال. حضرتك ايه المعوقات اللي بتقابلك في الصناعه في الوقت الحالي؟ اتفضل. والله طبعا هي اول حاجه واكبر مشكله بتبقى مشكله العماله، يعني الصنايعيه بتبقى اكتر حاجه متعبه. في برضو موضوع الماده الخام طبعا مش مستقره يعني. طيب نتكلم عن العماله الاول، بمعنى بقى ان العماله يعني عامله مشاكل او العماله غير منتظمه. انا شايفك شاب جميل اهو، عمرك كله ما يجيش 25 سنه 26 سنه وخدت خطوات محترمه، يعني مثال للشباب، يعني بتقول للشباب انا اهو. حضرتك يعني المعوق اللي بتتكلم فيه بتاع العماله ازاي؟ حابب اسمع حضرتك. والله هو العامل يعني مش دايم، يعني ممكن مثلا يجي يوم يبطل اليوم التاني. احنا في شغلنا ده ما ينفعش طبعا في ان احنا نشتغل نظام التقطيع ده، لازم لان بيبقى في التزامات في طلبيات مع ناس، فما ينفعش ان هو يجي يوم ويبطل التاني ويجي يوم ويبطل التاني، ده ما ينفعش طبعا. البند التاني حضرتك بتتكلم فيه اللي هو عدم ثبات الاسعار، الماده الخام دي اكبر مشكله طبعا. بيبقى الواحد ملتزم في طلبيات مع الناس، فطبعا بتيجي الخامه تنزل في السعر، ارجع على الزبون يتكلم، لا طب اصبر عليا يوم اصبر يومين، ولو خد الطلبيه يقول لك لا يبقى لك فلوس. وطبعا في الوقت الحالي ده ما ينفعش ان الواحد يبقى مبلغ بره، لان طبعا الايام مش مضمونه وكل يوم الماده الخام طالعه نازله بسعر جديد طبعا. وطبعا لو الماده الخام زادت زي ايامنا، يعني احنا الشهر ده من قيمه اسبوع مثلا في الزياده حوالي 5000 جنيه، فطبعا ده طبعا الزبون بيجي يعني يتك علينا بمعنى اصح، ان لا انا ليا طلبيه عندك على السعر القديم، طب انا عشان ادخل خام على الجديد واديك بالسعر القديم، طب انا كده يعتبر بخسر وبقع. فدي حاجه مش حلوه خالص بصراحه. كلمه مهمه جدا من خلال حضرتك للمهندس احمد سمير وزير التجاره تتعلق بالصناعه، تقول لي سياده الوزير ايه من خلالكم اراد سعد بلدي؟ اتفضل. احنا عايزين بس يثبت سعر الماده الخام، يعني السعر يبقى ثابت على جمهوريه مصر العربيه كلها. اروح اشتري من اي تاجر ما الاقيش، اصل احنا دلوقتي كل تاجر بيبيع بسعر، لا سعر الماده الخام في الشهر، يعني اجي مثلا الشهر ده تقول وليكن هي الخام النهارده يعني واصله 62000، يبقى 62 احنا كل شهر بينزل سعر من الشركه، فاحنا السعر احنا عايزينه موحد على جميع التجار، ما يبقاش كل تاجر بيبيع بمزاجه. انا ممكن اجيب 62 من تاجر، اجيب ب 62.5 من تاجر، ممكن اجيب 61.5 من تاجر ثاني خالص. فلا احنا عايزين عشان برضو نعرف ان احنا نشتغل برضو ونشوف اكل عيشنا، لازم برضو السعر يثبت على جميع التجار، ما يبقاش كل تاجر بذمة، ده كل اللي احنا عايزينه يعني. الرقابة. في معوقات تانية بتقابلك غير اللي حضرتك اتكلمت فيه؟ لا هم دول، ما هو كل شغلنا هو العمالة والكهرباء. يعني بنناشد سيادة الوزير المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة بنظرة لثبات الاسعار والكهرباء. تمام، ده اهم حاجة، لان هو شغلنا كله قايم على كده. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم تابعنا المهندس محمد السعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة أو مصنع السعيد للبلاستيك، شاب من الشباب المجتهدة جدا اللي بتاخد خطوات تجاه الصناعة. أول بند اتكلم فيه زي ما حضراتكم سمعتم العمالة. أنا ما بقولش حاجة من عندي يا جماعة. على فكرة مصر فيها خير مش موجود في أي بلد. بدليل إن بعض المستثمرين بينزلوا مصر يستثمروا يقولوا مصر سوق كبير. كل المستثمرين الأجانب بينزلوا مصر يقولوا مصر سوق كبير. مصر ما فيهاش بطالة. العيب مش في البلد. العيب فينا. طبعا مش في كل الناس، في ناس محترمة شايفة مصلحتها وشايفة شغلها. أنا بتكلم على بعض الناس او بعض الشباب اللي لجأوا للتوك توك زي ما سمعتوا الاستاذ محمد السعيد، زي اللي لجأ للكافيه، زي اللي بيشتغل يوم زي ما قال اهو بيشتغل يوم وما يجيش تاني، فده معوق كبير جدا بقابل المصنعين. بالتوفيق والنجاح المهندس محمد السعيد رئيس مجلس اداره مصنع السعيد للبلاستيك. هنروح لمجال مهم جدا، مجال المواد الغذائيه. طبعا مجال المواد الغذائيه مفيش بيت في مصر ما بيستخدمش المواد الغذائيه. فالمواد الغذائيه بتبقى ناس عايزه ناس عندها ضمير.
الناس اللي مقارنين اوضاعها، الناس طبعا اللي هي بتصنع منتج مطابق للمواصفات، لان انا باكله وانت وابني واخوك واخويا وتفاصيل كده. صناعه المواد الغذائيه تبقى عايزه ناس عندها ضمير. التقيت بواجهه مشرفه جدا في صناعه الحلويات، راجل من كيانات اللي هي مؤسسه في مجال الحلويات. التقيت بالحاج علي عبد الحافظ والمهندس علي عبد الحافظ، والتقيت بالمهندس اسامه حسن رئيس مجلس اداره مصنع الحسن والحسين الخضروات المملعه. طبعا المهندس عادل، المهندس علي عبد الحفيظ والمهندس علي عبد الحفيظ. صناعه الحلويات يا جماعه صناعه مهمه جدا، مفيش بيت في مصر ما بيستخدمهاش، مميزين جدا في صناعتهم وبياخدوا خطوات بطرق محترمه، عندهم عماله كبيره يعني ما شاء الله، عندهم عماله كبيره وناس بتراعي ربنا في شغلها. هنشوفهم وهنشوف الخطوات اللي هم بياخدوها تجاه الصناعه، وهنرجع لحضراتكم تاني. احنا بدانا بالنسبه لي كانت الاسره اساسا ملهاش علاقه بالحلاوه. انا بعد الدراسه يعني وما مشيتش في الدراسه يعني من الابتدائي، كنت اشتغلت في اجازه المدارس، ومن بعدها على طول اشتغلت في مجال الحلاوه. ومن ساعتها بقى وانا في المجال ده حتى مش زي زمايلي ما غيرتش، حتى الجيل بتاعي كله سافر العراق راح اشتغل بره البلد. انا بالنسبه لي كانت الشغله رضياني وكنت حاببها، ويعني استحملتها واستحملتني يعني تمام. مشيت فيها بالطول وبالعرض زي ما بيقولوا. تمام حبيت يعني كنت داخل بحب وحابب ان انا يعني شغله الحلاوه دي، انت بتخلق حاجه من مواد قدام منك من مواد خام، بتطلع حاجه في الاخر لها شكل ولها طعم. تمام. واذا كان لها طعم وملهاش شكل مش مقبوله. وان كان لها شكل وملهاش طعم برضك مش مقبوله. بالزبط. فلازم يكون مع الشكل مع الطعم عشان خاطر ضفنا للشغله وتعلمنا من اللي قبلنا، وضفنا لها بقى على قد يعني الامكانيات المتاحه بالنسبه لنا ضفنا لها. تمام. يعني دخلنا على الشغله الوضع كان الاول متعب جدا، وكان كله مانوال يدوي كله. كانت بدايتك بقى حاج علي من كام سنه؟ يعني حضرتك ابتديت من سنه كام؟ يعني كان عمرك في التوقيت ده كام سنه؟ وابتديت كام سنه يعني من كام سنه؟ وانا بالنسبه لي خلصت الابتدائي ورحت اشتغلت مع ابن خالي كان شغال في الحلاوه دي. تمام. اشتغلوا لي معاه زي اي طالب كده في الاجازه يشتغل. انما من بعدها اشتغلت على فضلت على طول من سنه 69. تمام. فضلت في الحلاوه دي، وبعدين اشتغلت صنايعي لحد سنه 78، دخلت الجيش طلعت سنه 81 فتحت المكان اللي انا فيه ده. تمام. هو يتقال عليه مصنع، وكان الاول حاجه صغيره كده، ومع الوقت كبر يعني لان كان البيت لكنا، وخدنا خطوات وسعت ومشيت وطورنا مع التطور بعدك على قد امكانياتنا. وهو يعني احنا بنحاول ان احنا نتماشى مع اللي موجود دلوقتي، لان دلوقتي كل حاجه اتغيرت والجوده اتغيرت والامكانيات بتاعت الشغل اتغيرت، ودخل فيها الاله الحديثه بتكنولوجيا بحاجات حديثه. ولذلك دلوقتي ابن المهندس علي مهندس خريج فنون تطبيقيه. تمام. ده دلوقتي هو اللي يعني بيتماشى مع الجو اللي احنا فيه ده، هو اللي داير اللي هو داير دلوقتي هو اللي هي ابن الكبير ماسك التصنيع، وعلي ماسك التعامل مع الناس والتسويق وكده يعني. تمام. والحمد لله انا يعني مستوره يعني، انما مع الظروف اللي البلد فيها واللي العالم كله فيها يعني هو اللي متابع سياسه ومتابع العالم واللي بيحصل فيه بيعرف ان اللي احنا فيه ده نصبر عليه كلنا، لان احنا يمكن غيرنا صابر بس مش طايل حتى النعمه اللي احنا فيها دلوقتي يعني، احنا في نعمه الحمد لله يعني. كانت بدايتك مع الوالد من امتى؟ وخدت الخطوات مع الوالد من امتى؟ من 2013 خلصت كليتي، معايا بكالوريوس هندسه قسم غزل ونسيج. غزل ونسيج وتريكو. تمام.
واشتغلت مع والدي واخويا وكده، لان هم كانوا محتاجيني معاهم يعني في المصنع وكده كاداره وكمساعد لاخويا ووالدي طبعا. والحمد لله يعني لقيت نفسي اصلا مستوم، هي دي الشغلانه اللي انا بعرف اعملها طول عمري يعني. حبيتها؟ اه طبعا حبيتها، هي حياتي كلها شغلي وبيتي وعملي. دايما المصنعين بيشتكوا من الشباب ان الشباب مش عاوز يشتغل، وانا شايفك شاب جميل طموح، تقول لهم ايه من خلالك؟ والله هو مش كل الشباب زي بعضهم، بس في شباب بيتكاسل شويه، وفي شباب بيبقى مجتهد وعنده طموح وعنده احلام عايز يحققها، وفي شباب بيبقى عكس كده. فاحنا بنقول لهم يا رب كل يعني دايما اللي شايف نفسه، اللي شايف حد بيتقدم او حد بيعمل حاجه كويسه يبص له ويحاول يبقى زيه ويحاول يكافح زيه ويحاول يوصل لحلم، يحط قدام منه حلم ويحاول يوصل له ويحاول يحققه. بتفكر ايه في الخطوات الجايه ان شاء الله؟ والله في التطوير، في التطوير، لان ما ينفعش الواحد يثبت على وضع معين، لازم نتابع التطور ونتابع ان نشوف السوق ماشي رايح فين ونمشي معاه ونحاول نسبقه وكده. ياللي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل. والله يا استاذ خالد احنا بدانا الموضوع ده من خلال سوبر ماركت كان خالد الحاج في طنطا، وكنا بنصنع خضروات الخليلات والخضروات المملحه والزيتون والحاجات دي في سوبر ماركت عندنا. هو الخضروات دي لما لقت استحسان المستهلكين وخدت شهرة برضو كبيرة من نظافة الشغل وجودته، لأنه كنا شغالين في أجود حاجة، فبدأ محلات سوبر ماركت نفسها من المنطقة نفسها ومن برا المنطقة يسمعوا عن المنتج وبدأوا يطلبوه على أساس الجملة، يعني مش القطاعي بقى اللي احنا بنبيعه في السوبر ماركت جرادي مجهزة وكده إن هم ياخدوها يعني. فاحنا حبينا نوسع الدنيا شوية ونخزن بقى برميل ونخزن شوية خضروات وكلام من ده، مش لاستهلاك المحل بس، لاستهلاك الغير سواء سوبر ماركت أو سواء المطاعم اللي احنا بنتعامل معاها. إيه المعوقات اللي بتقابلك في صناعة المواد الغذائية في الوقت الحالي؟ اتفضل. والله يا أستاذ خالد بالنسبة للمعوقات بتاعتنا هي ممكن تكون الفترة الأخيرة دي خلال الست شهور أو السبع شهور الأخرانيين دول بسبب غلو الأسعار. طبعا الأسعار ممكن في بعض الثمرات غليت 300%، فطبعا ده غلو السوق والقوة الشرائية مش مستحملاه، فبدأ دلوقتي يبقى في ضعف في القوة الشرائية. بدل مثلا ما كنا مثلا بنوزع مثلا 50 جردل بنوزع مثلا 20 او 25 لغلو المنتج وغلو التكلفه بتاعته. فبدا طبعا القوى الشرائيه بدات تخف، وبدات في بعض انواع من المخللات المملحه اللي هي غاليه الثمن زي مثلا الزواتين والحاجات اللي هي الفواخر في الشغل، بدات القوى الشرعيه بقت تضعف جدا، فبدات يعني طبعا بدا الشغل طبعا ان المنتج اللي بيطلع والكميه اللي بتطلع مش مغطيه المصاريف او مغطيه مثلا تكلفه الانتاج. برضه هو المعوق كان في الترخيص لانه بيحتاج اوراق كتير من جهات كتير وكلام من ده، وكل ده اتحضر وتقدمه، والشغل بتاعنا مقنن والستيكر اللوجو بتاع العبوه اللي احنا بنحطه عليها، عليها المكونات كلها بتاع المنتج وعليها البيانات كلها، وعلى طول حضرتك سواء الصحه او التموين بصفه دوريه بيسحبوا عينات مننا وبيحللوها في المعامل المركزيه بصفه دوريه يعني. فاحنا طبعا ده وضع مقنن، واحنا طبعا الجهات الرقابيه على طول معانا وبيسحبوا عينات عشوائيه وبصفه مستمره مش على فترات متباعده يعني، فهم متابعينا وعارفين المنتج بتاعنا، والحمد لله من فضل الله المنتجات بتاعتنا كلها لما بياخدوا منها عينات الحمد لله كلها بتنجح يعني، لان احنا بالنسبة لمراحل الإنتاج بتاعتنا احنا بنراعي فيها كل حاجة يعني. المنتج بيتغسل كويس جدا،
بيخش في مراحل فرز وشطف وتنقية بالنسبة للمنتج النهائي. فالمنتج ما بيخرجش من هنا الا لما بيكون كامل، وكل العناصر الانتاج اللي احنا بنستعملها عناصر كلها طبيعيه. حضرتك ما بنستعملش الا خل وتوابل وملح ليمون. الملح ليمون ده حضرتك بيعتبر ماده حافظه، بس دي ماده غذائيه بتستعمل في دي غذائيه ومصرحه من وزاره الصحه بنسب معينه. وحضرتك الخل اللي احنا بنستعمله خل قصب سكر، ده خل طبيعي برضو 100%، مش خل صناعي او خل متحضر كيميائيا او حاجه زي كده، لا ده الخل حضرتك. المنتج ده بنجيبه من الحوامديه، في ناس موردين بيجيبوه من الحوامديه، مصنع الحوامديه المصري اللي هو بيطلع من قصب السكر. وطبعا حضرتك طبعا التوابل والبهارات والحاجات دي كلها طبعا دي سيفتي، ما فيش مشكله فيها يعني، لان دي بتدي نكهات وبتدي طعم للحاجه، بحيث ان المنتج يبقى يعني الشكل النهائي بتاعه متكامل، يعني ما فيش اي مشاكل فيه. ورجعنا لحضراتكم من جديد. زي ما حضراتكم تابعنا الحاج علي عبد الحافظ وجهه مشرفه في الصناعه، طبعا رئيس مجلس اداره مؤسسه شيخ العرب للحلويات. الراجل ده يا جماعه قيمه وقامه في المجال، من الناس المميزه جدا في مجال الحلويات. طبعا حلوياته من يعني بيصنع حلويات ما شاء الله متداوله يعني في 28 محافظه. ليه مميز، بيشتغل بمواد خام مطابقه للمواصفات، راجل مرخص، مأمن على عملته، بيدي للدوله حقها، وجهه مشرفه. والاستاذ علي عبد الحافظ شاب مثال للشباب، ناس بتاخد خطوات بطرق محترمه تجاه صناعه المواد الغذائيه. مميزين بقى في الحلويات اللي هي الجميله دي، الحلويات النواشف الجميله زي الحمصيه، السمسميه، العسليه، الحاجات الجميله دي اللي هي الشرقيه الجميله دي مميزين فيها، وحضراتكم سمعتوه وجهه مشرفه. طبعا بنشكره جدا وشرفنا ونورنا الحاج علي عبد الحافظ والمهندس علي عبد الحافظ والاستاذ اسامه حسن، وجهه مشرفه في مجال المواد الغذائيه. طبعا يا جماعه انا شيء سعدني جدا لما سياده الرئيس اتكلم عن موضوع اقامه مدن صناعيه في 28 محافظه. في تسهيل غير عاديه على فكره، يعني المستثمر هيجي يستلم المصنع جاهز واقساط على 30 عام بالنسبه للارض، بالنسبه للمباني، يعني الدوله اللي هتبني مش بيدي اراضي داخل المدن، كل الموضوع ان انت هتجيب اجهزه وهتشتغل. دي حاجه ما شاء الله هنقوم في الصناعه اكتر من كده بكتير. زي ما حضراتكم تابعنا في الملابس الرياضيه بينا في حته تانيه، كنا بنستوردها من بعض الدول. صناعة بدأت تقوم في مصر يا جماعة. موضوع عدم ثبات الأسعار والغلاء عالميا مش في مصر بس. يعني سمعنا الحاج علي بيقول زمان كان حاجة والوقت حاجة. حاج علي أبو حافظ بيقول ده احنا في نعمة. يعني مصر ما شاء الله ربنا حميها. في الوقت الحالي بدأنا ناخد خطوات نستحمل الغلاء عالميا. عدم ثبات الاسعار بنطالب بالرقابه عليه، عاوزين الرقابه على ثبات الاسعار بالنسبه للمستوردين والتجار الكبار. طبعا في الفتره اللي فاتت الناس دي اتملينت، ليه مفيش ثبات اسعار؟ فاحنا بنطالب بالرقابه طبعا على ثبات الاسعار. انا مش مؤيد موضوع عدم ثبات الاسعار، لان عدم ثبات الاسعار بوقف الصناعه في كل المجالات. مصنع مش عارف يشتغل، دي مشكلة كبيرة وكارثة. كل يوم يجيب المادة الخام بمبلغ. فبنطالب بالرقابة، وبنطالب المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ينزل على أرض الواقع واجتمع بالمصنعين. ما بنقولش المصنعين في 28 محافظة، لا، المسؤولين في بعض المحافظات ينزلوا على أرض الواقع ويشوفوا مشاكل الصناعة إيه. والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة كل أسبوع في زيارة في مركز في مدينة، وانزل يشوف المصنع محتاج ايه. طبعا برامج كرة القدم بنقعد نتكلم عليها بالخمس ست ساعات،
موضوع الصناعه يا جماعه نهتم بيه اكتر. الصناعه نتكلم عنها كتير. سياده الرئيس مش سايب حاجه. طبعا عشان وقت البرنامج ووقتنا انا بشكر قنوات الصحه والجمال وبشكر اداره قنوات الصحه والجمال وبشكر فريق العمل اللي بيتعب معايا جدا جدا واشوفكم الاسبوع القادم وبرنامجكم ساعه في بلدي.